ننطلق على بركة الله. الآن بدأنا تسجيل الحصة. الدرس اليوم بإذن الله سيكون درس علوم اللغة. والدرس يحمل عنوان أسماء الآلة والزمان والمكان. أمثلة الانطلاق: المجموعة الأولى، من يتفضل للقراءة؟ محمد إلياس، تفضل بالقراءة لو سمحت. المجموعة الأولى: يستعمل الفلاح في حقل المحراث والمعول والمشدب والقادومة. جرت المباراة في ملعب جديد. منضج بعض الفواكه فصل الشتاء. نعم، إذا تلاحظون على أن هذه الأمثلة احتوت على مجموعة من الأسماء التي تحيل بعض منها على الأدوات والآلات التي يستعملها مثلا الفلاح في حقله. ثم لدينا اسم مكان لعب، يعني مكان لعب مباراة الكرة مثلا. ثم لدينا اسم زمان بحكم أن المثال الأخير احتوى على كلمة منضج واقترنت بفصل الشتاء، فبالتالي هنا يعني وقت نضوج بعض الفواكه هو فصل الشتاء. إذا من هنا سنتتبع ملاحظة هذه الأمثلة. نعم أمل، تفضلي. ملاحظة وتحليل: أولاً اسم الآلة. إذا تأملنا المثال الأول وجدنا أن الأسماء المحراث، المعول، المجدب، القادوم تدل على الأدوات والوسائل التي ينجز بها الفلاح وعمله في الحقل، ومنه اسم الآلة، اسم يدل على الآلة التي ينجز بها الفعل. استنتاج: اسم الآلة اسم مشتق يدل على الآلة التي ينجز بها الفعل. أحسنتي، نعم. إذا لا بد أن نطرح سؤال هنا، كيف يتم أو كيف تتم عملية صياغة اسم الآلة؟ فاسم الآلة أكيد أنه هو اسم مشتق، فبالتالي سنرى كيف نحصل على اسم الآلة. إذا تقول القاعدة، نعم، من يقرأ؟ ماذا تقول قاعدة صياغة اسم الآلة؟ المعطيات واضحة أمامكم أعتقد بالنسبة للشاشة. إذا يشتق اسم الآلة من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي غالبا، وقد يؤخذ من اللازم يعني حالة استثنائية ومن غير الثلاثي. يصاغ اسم الآلة قياسا على ثلاثة أوزان، يعني أسماء الآلة لديها ثلاثة أوزان، هي مفعل، مفعال، مفعلة. واضح؟ إلى حدود الساعة هل هناك أي إشكال بالنسبة لاسم الآلة؟ ليس هناك إشكال. لديكم أمثلة إضافية في المقرر طبعا، وفيه أسماء كثيرة جدا. هناك مثلا مكنسة، هناك مثلا المنشار، هناك مثلا المكتب، منبر، اسم مكان، نعم، مغرب الشمس، يعني حسب مغرب الشمس، كلمة مغرب حسب سياقها في الجملة، فبعض الأحيان تكون الموضع أو المكان، وبعض الأحيان تكون اسم زمان. والمكتب طبعا سيكون اسم
آلة واسم مكان، لأن المكتب يعني نستعين به من أجل أداء مهام من المكتبية، ويمكن أن يكون هو الفضاء الذي يشتغل فيه الشخص. يعني اسم آلة واسم مكان، الملعب اسم مكان، المرمى اسم مكان، هناك موعد هو يدل على زمن، أضرب لك موعدا في الحصة مثلا، بمعنى أننا نتفق على لاحق، وهكذا. المنزل، المنزل هو اسم المكان الذي ننزل فيه ونستقر فيه، وهكذا. إذن بالنسبة للمعطيات إلى حدود الساعة، بالنسبة لاسم الآلة ليس لدينا أي إشكال، وسننتقل مباشرة إلى اسم الزمان والمكان. كما قلت أن الدرس ليس فيه معطيات كثيرة، فيمكن إنجازها في وقت وجيز. إذن بالنسبة لي، إذا تأملنا المثال الثاني، والمثال الثاني يقول المكان الذي لعبت فيه المباراة، يعني جرت المباراة في ملعب جديد. فماذا نجد إذا تأملنا المثالين الثاني والثالث؟ لاحظنا أن كلمة منضج وملعب إحداهما تدل على الزمان وإحداهما تدل على المكان. إذن كلمة منضج مشتقة من الفعل ناضجة وتدل عليه الشاشة لا تظهر لي بشكل جيد، هل تظهر لكم الشاشة بشكل جيد؟ نعم. إذا تأملنا المثالين الثاني والثالث ولاحظنا منضج وملعب، نجد أن كلمة منضج مشتقة من الفعل نضج، وتدل عليه وعلى زمان وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم زمان، يعني زمن نضوج هذه الفاكهة. ثم لدينا في المثال الثاني كلمة الملعب مشتقة من فعل لعب، وتدل عليه وعلى مكان وقوعه. لاحظوا أننا نتحدث هنا عن اسم المكان، وهذا المشتق يسمى اسم المكان. إذن استنتاج أسماء الزمان والمكان هي صيغ مشتقة للدلالة على زمان أو مكان وقوع الفعل. نعم، من يقرأ المعطيات من البداية لكي نثبتها أكثر في أذهاننا ونرى إن كان هناك أي إشكال ونتوقف عنده. من يقرأ؟ نعم، أمل. اسم الزمان والمكان، إذا تأملنا المثالين الثاني والثالث ولاحظنا الكلمتين منضج ملعب، نجد أن الكلمة منضج مشتقة من الفعل نضج وتدل عليه وعلى زمن وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم الزمان. الكلمة ملعب مشتقة من الفعل لعب وتدل عليه وعلى مكان وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم المكان. استنتاج لعب، لا نقول لعب. لعب. نعم، لعب وتدل عليه وعلى مكان وقوعه. وعلى مكان وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم المكان. استنتاج أسماء الزمان والمكان هي صيغ مشتقة للدلالة على الزمان أو مكان وقوع الفعل. نعم، إذن بالنسبة لأسماء الزمان والمكان هما يعني يكون مشتقان من الفعل للدلالة على زمن أو مكان وقوع الفعل.
يعني نمر إلى مجموعة من الكلمات. ولكن لدي جدول هنا، ولكن جدول يعني لا أدري كيف وقع أن المعطيات التي يجب أن تكون إلى اليمين أصبحت إلى اليسار. سنعيد إنجازه فيما بعد، يعني أشارككم إياه الآن، ولكن سنعيد بث المعطيات فيما بعد. إذن إذا لاحظتم الخانة الأولى التي يجب أن تكون إلى اليمين هي اسم الزمان أو المكان، يجب أن تكون في أقصى اليمين، وبعدها وزنه، وبعدها فعله، ثم مضارعه، ثم في آخر خانة على اليسار نوع الفعل. يعني إذا أردتم رسم الجدول فسيكون بهذا الشكل، يعني اسم الزمان والمكان هي الخانة الأولى على اليمين، وبعده وزنه، وبعده فعله، وبعده مضارعه ونوع الفعل. إذن بالنسبة للكلمة الأولى لدينا، أظهر لكم شاشة. لا والآن تظل، لا الآن تظل. إذن كما قلت لكم هناك يعني خطأ تقني على مستوى وضعية الجدول. أعيد رسم الجدول ولكن بالطريقة التي قلت لكم، اسم الزمان والمكان هي الخانة الأولى، وبعدها الخانات الموالية له، وزنه، فعله، مضارعه، ثم آخر خانة هي نوع الفعل. من يحاول قراءة الجدول؟ سأقرأ. نعم تفضل محمد إلياس. اسم الزمان أو المكان مجلس، وزنه مفعل، فعله جلس، مضارعه يجلس، ونوعه فعل ثلاثي مكسور العين في المضارع صحيح الآخر. موضع، وزنه مفعل، فعله وضع، مضارعه يضع، ثلاثي مثال واوي. مركب، وزنه مفعل، فعله ركب، مضارعه يركب، فعل ثلاثي مفتوح العين في المضارع. مدخل، مفعل، وزنه مفعل، فعله دخل، مضارعه يدخل، هو فعل ثلاثي مضموم العين في المضارع. أما اسم الزمان وكان مسعى، وزنه مفعل، وفعله يسعى، مضارعه يسعى، وهو فعل ثلاثي معتل الآخر. نعم ماذا سنستنتج؟ ما هو الاستنتاج المناسب؟ كيف تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل الثلاثي؟ كم وزن لدينا؟ ده وزنين. وزنين فقط، صحيح. إذن تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزنين. وهما
مفعل ومفعل. فعل من كل فعل ثلاثي مكسور العين في المضارع صحيح الآخر، ومن كل مثال واوي. فعل مثال طبعا الذي يبدأ بحرف الواو يسمى يعني فعل مثال. ثم مفعل من كل فعل ثلاثي جاء على غير ما سبق. واضح؟ إذن بالنسبة لدينا وزنين فقط، تظهر لكم المعطى الأخير مفعل. إذن نحاول تسجيل هذه المعطيات. أستاذة؟ نعم. ستصدر الإشارة إلى أن هناك خطأ في الكتاب المدرسي. أين؟ في القاعدة. أين؟ في أي صفحة؟ 95. أها، يكون اسم الزمان والمكان على وزن مفعل في ثلاث حالات. إذا اشتق من الثلاثي المضموم له في المضارع. نعم. مضموم العين. نعم صحيح. مضموم العين. لا تحدث دائما عن العين حتى في الحالة الثانية. إذا اشتق من الفعل الثلاثي المفتوح اللام دائما نتحدث عن حرف العين، حرف العين يعني وسط الفعل يعني الوسط. صحيح، أحسنت معاذ. طبعا هناك دائما أخطاء تقنية وأخطاء مطبعية. نعم، إذا أنهيتم أخذ المعطيات نمر إلى المرحلة الموالية، وهي يعني ما يتعلق بكيفية صياغة اسم الآلة واسم اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي. اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي. أنهيتم من هذه الصفحة؟ انتهيتم؟ نعم. إذن مباشرة نمر إلى كيف يتم صياغة اسم الآلة واسم الزمان. اسم أقول دائما اسم الآلة هي الأولى، اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي. ولدينا هنا نموذجين بنفس الطريقة. دائما عندي مشكل في الجدول، يأتي على يعني عكس ما أتوقع من اليسار إلى اليمين، وهو العكس، يجب أن يكون من اليمين إلى اليسار. إذن من يقرأ الجدول؟ لدينا مجمع، من يتفضل؟ نعم هبة. اسم زمن والمكان مجتمع، وزنه مفتعل،
فعل اجتمع نوع الفعل غير ثلاثي مستقبل مستفعل استقبل غير ثلاثي. نعم. إذا تأملنا هذين المثالين ماذا نستنتج؟ كيف يفرغ اسم الزمان واسم المكان من غير الثلاثي؟ نعم تابعي هبة. من المثالين نستنتج أن اسم الزمن والمكان يصاغ من الفعل غير ثلاثي على طريقة صياغة اسم المفعول من غير ثلاثي فيبدأ الحرف المضارع عميم المضموم وفتح ما قبل الآخر. إذا القاعدة لدينا هو أن نأخذ حرف المضارعة وأن نستبدلها بميم مضمومة وفتح ما قبل آخر الكلمة. قاعدة عامة. إذن كاستنتاج عام. نعم من يقرأ الاستنتاج؟ نعم. تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل غير ثلاثي على وزن اسم المفعول أي بإبدال حرف مضارع عميم المضمومة وفتح ما قبل آخر. قبل آخرها. جيد. إذن إلى حدود الساعة هل لديكم أي إشكال بالنسبة لي غير الثلاثي؟ لديكم مثال غير ثلاثي مثلا المنطلق اصطف المتسابقون عند المنطلق الفعل انطلق يعني هنا غير ثلاثي فكيف تمت الصياغة من يعطينا الطريقة نقوم بتصريف الفعل في المضارع ماضيه انطلق ثم نقول ينطلق ونغير ياء المضارعة إلى ميم ينطلق تصبح ماذا؟ منطلق منطلق ولدينا قاعدة هي أنه يجب تغيير الحرف الأخير الحركة ما قبل الأخيرة إلى فتحة نعم لأن انطلق منطلق لا هنا في المضارع فهي مكسورة ولكن إذا أردنا تحويله إلى اسم مكان لدينا يعني خطوتين الخطوة الأولى هو إبدال الياء إلى ميم مضمومة ثم يعني تغيير الحركة ما قبل الأخيرة إلى فتحة فقط هذه هي القاعدة واضح؟ نعم هل هناك أي صعوبة أو أي إشكال؟ لا طيب إذن إذا أنهيتم الآن سنقوم بالمر أو سنمر إلى تطبيق لنرى إن استطعنا يعني استثمار هذه المعطيات إذا المطلوب منا وضع يعني هذه الأسماء في جدول ونبين أفعالها وأوزانها
على نفس المنوال ما يتعلق بالجداول السابقة، يعني الاسم هل هو يدل على الزمان أو المكان، وزنه، فعله، ثم نوع الفعل. لدينا وعد، جلس، شرب، رأب، ثم رمى. نعم، سأجيب. تفضل محمد إلياس. بالنسبة للموعد فوزنه هو مفعل وفعله وعد وهو ثلاثي مثال واوي. صحيح. بالنسبة لمجلس فوزنه هو مفعل وفعله جلس ومفتوح العين. نعم، فعل ثلاثي فعل مفتوح العين. نعم. ذا شرب، مشرب، وزنه مفعل وثلاثي مكسور العين. ذا رأب اسم الزمن والمكان، اسم مرأب. ذا فعل وزنه مفعل و معتل العين. تل العين، صحيح. ثم لدينا رمى. رمى سدى مر مرمى. مرمى سدى وزنه مفعل. نعم. وهو معتل آخر. صحيح. نعم. إذا لدينا تصحيح التطبيق مباشرة، يعني ما ذكره زميلكم. الصورة واضحة أمامكم. من يقرأ؟ أحدكم يقرأ والبقية تسجل المعطيات. نعم، من يتفضل؟ إذا موعد. وزنه مفعل من الفعل وعد وهو ثلاثي. نعم معاد. نعم تفضل. اسم الزمان والمكان مجلس، هذا على وزن مفعل. سد ثلاثي. نعم. مفتوح العين، سد مكسور العين، سد في المضارع. جلس. لا، نعود الى الفعل في البدء في ماضيه. الفعل في اصله جلس مفتوح العين. نعم. واضح. متى نعتمد الفعل المضارع مع الأفعال غير الثلاثية؟ يعني الرباعي، الخماسي وما إلى ذلك. آنذاك ننتبه إلى حرف المضارع الميم، نغير الحرف المضارع إلى الميم، والحرف ما قبل الأخير هو الذي نغيره، لا يهمنا إن كان مفتوحا سابقا أو مكسورا أو كذا. المهم هو أنه حين تحوله إلى اسم مكان أو زمان أنك تفتح هذا الحرف، سواء كان مفتوحا سابقا أو كان مكسورا أو مضموما. واضح. ولكن الآن نعتمد فقط الفعل الثلاثي، والفعل الثلاثي نعتمده في الماضي، وعد، جلس، ضرب إلى غير ذلك. واضح.
شكرا. عفوا، لا في مشكلة. إذا موعد مفعل من فعل وعد ثلاثي مثال مثال واوي. مجلس مفعل من فعل جلس وهو ثلاثي مفتوح العين. مشرب مفعل من فعل شرب ثلاثي مكسور العين. ثم مرأب مفعل من فعل رأب ثلاثي معتل العين. ثم لدينا مرمى مفعل من فعل رمى ثلاثي معتل العين أو معتل الآخر، عفوا معتل الآخير. نعم، إذا إلى هنا نكون قد نعم أنهينا ما يتعلق بالدرس. نعم، هل هناك أي سؤال؟ لا، واش إلا ألف أم الهمزة؟ عفوا، لم أسمع جيدا. سبب في الحروف العلة الهمزة أم الألف؟ الهمزة أي في أي فعل تقصدين؟ رأب؟ نعم، معتل العين، لأن هذه سواء كانت همزة أو ألف فهو فهي حرف علة. شكرا. وهي من الكلمات يعني الغير متداولة، غالبا ما نسمعه مرآب وليس مرآب اسم المكان. إذا هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. موعدنا سيتجدد في الأسبوع المقبل بحول الله في نفس التوقيت بإذن الله، إذا كنا لازلنا في صحة وعافية. أتمنىكم بألف خير دائما. تحياتي لكم ولكل أسركم، وأتمنى أن يكون الجميع بألف خير. نهيئ الدرس الجديد الخاص بثورة الاتصال أعتقد، أو ثقافة حقوقية، ثقافة حقوق الإنسان لمصطفى. ثقافة حقوق الإنسان. نعم، ثقافة حقوق الإنسان لمصطفى القباج، وبعده مباشرة سنمر إلى الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة بإذن الواحد الأحد. تحياتي لكم جميعا، شكرا لكم على انتباهكم. إلى اللقاء. شكرا أستاذ على مجهودك. عفوا لكم أنتم، شكرا لكم على حضوركم ومواكبتكم أيضا ومشاركتكم الفعالة. دمتم بألف خير، شكرا لكم. شكرا أستاذ. شكرا أستاذ. عفوا.